القانون الذي يشغل بال الكثير والكثير، قانون العمل أمام البرلمان. سيادة الوزير، أهم بنود هذا القانون إيه؟ طبعا يعني قانون العمل أو مشروع قانون العمل الجديد بالتأكيد أهم محور في هذا القانون هو إحداث التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية. النهاردة لو أنا جيت من خلال قانون مع طرف على حساب الطرف الآخر، ده هيؤثر على مناخ العمل نفسه. صحيح. فكنا حريصين على أن اللي يخرج، على فكرة اللي أخرج قانون التنظيمات النقابية والانتخابات بتاعتها وكذلك مشروع قانون العمل، الثلاثية العمل، يعني ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال ومعاهم الحكومة، هم اللي قدروا يطلعوا المشروع دوت، وهم اللي طلع هذا المشروع من خلاله. مسألة بقى التوافق اللي احنا كنا حريصين عليها، كنا حريصين ان ما يبقاش فيه خلاف حول المواد، حتى المواد الملتهبة منها كنا بنحاول بقدر الامكان ان نصل للحلول. عايز يعني ادي لحضرتك بس يعني نبذة بسيطة عن ما دار جوه هذه اللجنة اللي اعدت هذه المشروعات. كان في بعض المواد التي تعتبر في صالح العمال كانت مقترحة من ممثلي أصحاب الأعمال. لما نصل لهذا المناخ، بالتأكيد أيضا ممثلي العمال هيبقوا حريصين على أصحاب العمال، ما يهم أصحاب الأعمال. فده الملخص بتاع أو المحور الرئيسي اللي احنا كنا حريصين أنه يخرج بيه المشروع لمجلس النواب. يمكن في بعض الموضوعات اللي تهم العامة، يعني مثلا الاستقالة المقدمة أو الاستمارة ستة اللي كانوا بيقولوا عليها، اللي كان بيمضي عليها العامل قبل ما يمضي على عقد العمل وبيكبروا مرات صاحب. قدرنا من خلال أصحاب الأعمال وممثليهم إن احنا نزيل هذه المادة الملتهبة، وقلنا إن الاستمارة دي أو الاستقالة دي لن يعتد بيها إلا إذا كانت موقعة أمام الجهة الإدارية، الجهة الإدارية الوزارة والمديريات. يبقى النهاردة لما يكون في حد هيقدم استقالة أو استمارة ستة، يبقى لازم الجهة الإدارية تكون حاضرة التوقيع عليها من قبل العامل. العامل لازم يجي قدامها ويمضي. لكن مسألة إن حد يقدم استقالة باسم حضرتك أو لا، ما بقتش مقبولة. فدي أزلنا هذا الالتهاب. ده يؤكد على اللي احنا بنقول عليه إن احنا نحدث توافق في مناخ العمل، لأن احنا محتاجين خلال هذه المرحلة أن يكون هناك استقرار في علاقات العمل بين الطرفين، عشان نقدر أن احنا نزيد من الإنتاجية اللي تدعم بعد كده الاقتصاد القومي المصري. أكيد ما في شك أن الوزارة ليها دور كبير جدا في تقاريب وجهات النظر ما بين العمال وما بين أصحاب العمل، وده الشيء المطلوب، وده المناخ الصحي اللي ممكن بالزبط يكونوا بيعيشوا فيه. أقدر أقول دلوقتي أنه العامل أصبح أكثر أمانا، أو هو حاسس أنه هو أكثر أمانا، لأنه زمان كان دايما بيخاف من فكرة أنه يتفصل، أنه يمشي من استمارة ستة ما إلى ذلك، طبعا باقي الحاجات اللي كان ممكن تخوفه. بالتأكيد، وإحنا بنؤكد على ده كمان. يعني إحنا زي ما اقول بنقول احنا حريصين على الطرفين، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحل المشكله للطرفين. يعني هي مثلا لو احنا بنتكلم في اي مشكله تواجه العامل وبيتقدم للجهه الاداريه، احنا بنبحث ده بجديه، وبنروح نقعد مع صاحب العمل او نجيب صاحب العمل يقعد معنا عشان نزيل ده. على الناحيه الاخرى، لو النهارده في صاحب عمل، في عمال بتبتدي تطلب طلبات مبالغ فيها، احنا لا، بنقف مع العمال ونقول لهم لو سمحتوا الطلبات دي تعتبر غير قانونيه، والنهارده لما نحب نطلب طلبات زي دي يبقى في حاجه اسمها تفاوض من خلال التنظيم النقابي الخاص بيكو، ونقدر نتناقش مع صاحب العمل ونشوف قدرته ان هو يقدر يوفر ايه. يبقى في بالطريقه دي نقدر ان احنا نبقى مسؤولين عن الطرفين. صحيح. يعني احنا مسؤولين عن اصحاب الاعمال واحتياجاتهم، ومسؤولين عن العمال واحتياجاتهم. يعني نقدر نقول انه العامل اصبح اكثر امانا، وكمان صاحب العمل. بالظبط كده.